نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من تان تي في، أهلا بكم. في حدث تاريخي قد يغير من شكل منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية خلال السنوات المقبلة، رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساء السبت العقوبات الاقتصادية التي تسببت في عزل إيران لفترة طويلة مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وأعلنت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن هذه الخطوة في فيينا بعد أن قال مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاق يوليو 2014 بالحد من أنشطتها النووية. ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني بدء تنفيذ الاتفاق النووي بأنه صفحة ذهبية في تاريخ إيران، وأكد أنه يتطلع إلى مستقبل اقتصادي أقل اعتماد على النفط. وقال روحاني في كلمة أمام البرلمان إن الاتفاق النووي فرصة يجب أن تستغل لتحسين الرفاهية وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة، ومع توقع فك تجنيد أصول إيرانية بعشرات المليارات من الدولارات وتقليل القيود على الشركات الأجنبية. قال روحاني إن الاتفاق نقطة تحول بالنسبة لاقتصاد إيران، مضيفا أن الاتفاق فرصة لإيران لقطع الحبل السري الموصول بالنفط. وضمن خطوات رفع الحظر الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن ستسمح الآن لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالتعامل مع إيران. وأضافت الوزارة إن السلطات الأمريكية رفعت أيضا القيود المفروضة على عمليات شراء غير الأمريكيين نفطا من إيران، بالإضافة إلى بيع سلع وخدمات لقطاع الطاقة الإيراني. وجسد التقارب بين إيران والولايات المتحدة بصفقة تبادل سجناء غير مسبوقة بينهما الصحفي الأمريكي جيسون رودا إيان مراسل صحيفة واشنطن بوست المعتقل منذ 500 يوم. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس إن تبادل السجناء سرعته المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وأفرجت إيران عن 4 إيرانيين يحملون الجنسية الأمريكية بينهم رضا إيان، في حين عفت الولايات المتحدة عن 7 إيرانيين. كذلك أفرجت السلطات الإيرانية عن أمريكي خامس، ولكن في إطار آلية دبلوماسية لا صلة لها بتبادل السجناء، وتمكن من مغادرة إيران. وأوضح السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن سويسرا التي تمثل مصالح الولايات المتحدة في إيران سهلت هذا الاتفاق، لافتا إلى أن المفاوضات استمرت لمدة عام. ووصل اليوم الأحد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إلى طهران، حيث يلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران قد أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاق العام الماضي مع القوى العالمية الستة الكبرى عبر تقليص أنشطتها النووية. وقال بيان للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اجتماعات أمانو ستركز على دور الوكالة في التحقيق من ومراقبة التزامات إيران المتعلقة بالبرنامج النووي.